ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فيها إفادة باش نسولوا المواطنين في هذه الليالي إلى صبات الشتاء، واش كاين أمل أن تنقض الموسم الفلاحي ديال 2024؟ لابد تعرفوا أشنو قالوا لنا المواطنين. أجوا معايا. ما كنعتقدش على أن واخا تصب الشتاء في هذه الليالي ما غاديش نعتقد على أن غادي تنقص الأسعار ديال الخضار، بالعكس هي في ارتفاع اللي كيقهر المواطنين اللي الدخل ديالهم محدود، اللي كيتحط بحكم اننا كنعيشوا واحد التناقضيه كبيره بالنسبه للمجال الفلاحي، ولا عندنا شي امور اللي خارج شويه على الشيء الفكر المجتمع ديالنا، اللي ولينا كنشوفوا تقريبا لافوكا والكاكي كيتزرع في دكاله اللي بلاد فلاحيه بامتياز، وش الا قلبتي في الانترنت على المستوى ديال منسوب المياه اللي كيستهلكوا هاد المواد هادي بحال لافوكا ولا الكاكي، كتلقاها كتستهلك واحد الكميه كبيره ديال الماء، الشيء اللي كيأثر على الفرشه المائيه ديال المغرب ولا ديال بلادنا. وحتى الا صبات الشتاء هادشي غادي يكون في صالح الحكومه اللي هي بالاساس كتخدم مصالحها في نظري انا. كانت تتصب في شهر 10 شهر 11 12 كانت تتصب بزاف، الوقت تبدلات مابقاش كما كانت الشتا، مابقاش تجي في وقتها. الله يرحمنا بالشتا، ترخاص كلشي، المعيشه غاليه بزاف، الطاطا غاليه، كلشي غالي، الخضره المعيشه بزاف غلات، الوقت مابقاش كما كانت. الوقت نسبات الشتا كلشي رخاص ان شاء الله يا ربي في هاد الليالي يا ربي، وحنا بغينا الشتا، الله يرحمنا بالشتا يا ربي. وان شاء الله الرحمن الرحيم كما قلت لك في هذه الليالي ان شاء الله غيكون كلشي الخير وغيكون كلشي بخير وعلى خير. وبالنسبه لي انا قله الامطار وقله الخير وقله يعني الديسير الرخيص وداك الشيء، من نهار جا خويا اخ النوش قسما بالله العلي العظيم كنا البنات كتاخذوا 100 درهم كان الشتا كتصب كنشبعوا وكان كلشي نهار جا اخ النوش اخويا بحال الله سبحانه وتعالى كان عارفه انه غيصلتنا غير الكحل، ولكن ثم ولكن الحمد لله ولله الحمد كما كنقول لك هذا البلد مسلم وفيه ناس كتداعوا وفيه الرجال كتعاون بعضياتهم وكتعاون الشعوب كامله. كتلقى الله الرحمن الرحيم انا مأكد على ان تام ان شاء الله غتكون ان شاء الله حقاش هذه البلد هذا الحمد لله ولله الحمد بلد مسلم الناس الله يعمرها دار بعضياتهم. نتمنى تصب الشتا في هذه الليالي هذه باش ان شاء الله يهبطوا الاسعار ديال الخضره وتكون فال خير ان شاء الله هذه 2024 ان شاء الله. ها والله اعلم علاش قلت الامطار، الله اللي كيعلم. نتمنوا ان في 2024 يكون خير ان شاء الله يا ربي. كنتمنوا السدود انهم يعبروا وما يقلش الماء ان شاء الله، كنتمنوا خير ان شاء الله، وهاد الشتا هادي تكون بالنفع للفلاحه، وان شاء الله انه هبطوا الاسعار ديال الخضار ان شاء الله. كنتمنوا خير في 2024 ان شاء الله، يكون على خير ان شاء الله.